تعالوا نشوف مع بعض تقرير عن رواية مهمة جدا للكاتب الكبير الأستاذ إحسان عبد القدوس، وهي رواية لا أنام. الرواية دي من الروايات اللي بتعمل حقيقة سبوت كبير جدا على النفس البشرية بعقدها، بتركيبتها المتناقضة، بتفاصيل كتير جدا يمكن يكون فيها شبه من الرواية اللي هنتكلم فيها أو عنها النهاردة. قد إيه الحب لما بيزيد عن حد وممكن يدمر ويحرق، وقد إيه ما بيكونش حب، وده ممكن يكون زي ما قلت لكم قريب شوية من الرواية بتاعتنا. تعالوا نشوف كده مع بعض التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. تمت ترجمة رواية لا أنام إلى اللغة الإنجليزية لتنضم بذلك إلى قائمة الروايات المصرية التي بلغت العالمية.